أعلن مجلس منبج العسكري أنه تسلم من قوات سوريا الديمقراطية كافة النقاط العسكرية في منبج وريفها بعد خروج سيطرة تنظيم الدولة منها. وأضاف المتحدث باسم المجلس أنه يتم تسليم كل النقاط في الخط الدفاعي على الضفة الشمالية لنهر الساجور إلى قوات المجلس. هذا ويتهم ناشطون المجلس العسكري بتبعيته لقوات سوريا الديمقراطية، حيث اعتبروا خطوة تسليم المدينة للمجلس خطوة شكلية. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر سكايب من الحدود السورية التركية عبد المنعم العبد، رئيس اللجنة الإعلامي لمجلس أمناء الثورة لمدينة منبج. مرحبا بك سيد عبد المنعم، كيف ترون خطوة تسليم قوات سوريا الديمقراطية لمدينة منبج وريفها إلى مجلس منبج العسكري؟ أولا نبدأ يعني قوات سوريا الديمقراطية التي قامت بالسيطرة على مدينة منبج وريف مدينة منبج منذ أكثر من 70 يوم من بداية حربها على يعني قوات داعش في المدينة وريفها. الآن هي مسيطرة على مركز المدينة وعلى ريف المدينة من خلال يعني الحكم العسكري التابع لقوات سوريا الديمقراطية، وبجناحه الآخر هو حماية قوات حماية المرأة داخل مدينة منبج. هناك سيدي الكريم توجد قوات حماية المرأة موجودة، هي مسيطرة حاليا داخل مدينة منبج. هم سلموا المجلس السوري وليس مجلس يمثل أبناء مدينة منبج. أبناء مدينة منبج هم الثوار الحقيقيون الذين حرروا مدينة منبج من تنظيم من نظام الأسد ومن تنظيم داعش. نعم. في طيب كيف تبدو أوضاع المدنيين داخل مدينة منبج الآن؟ سيد الكريم، أوضاع المدنيين، القليل من المدنيين يدخلون المدينة وتكون بواجهتهم المفخخات ويعني تفجر عليهم بسبب مفخخات تنظيم داعش التي تركتها في المنازل، لأنها زرعت الكثير من المفخخات داخل المدينة في الشوارع وفي الأحياء الصغيرة والكبيرة أيضا وداخل المنازل. وحتى يعني ذكر لنا أحدهم حتى في إبريق الماء كانت هناك مفخخات. إذن كيف أهالي المدينة تريد أن تدخل إلى المدينة؟ هناك الكثير من أهالي مدينة منبج وما يقارب 250,000 نسمة لم يدخلوا مدينة منبج. سيد الكريم، دخلوا العشرات منهم إلى بعض الأحياء، لكن هناك مفخخات أمامهم، وللأسف راحوا ضحايا كثير جدا في هذا. طيب، تركيا طالبت واشنطن بتنفيذ وعدها بخروج وحدات الحماية الكردية من مدينة منبج، هل هذه الخطوة تلبي المطلب التركي برأيك؟ سيد الكريم، واشنطن أو الإدارة الأمريكية تحديدا يعني هي تتلاعب بكل الأمور، خاصة في الريف الشمالي لمدينة حلب والريف الشرقي لمدينة حلب. كانت هي قد وعدت تركيا وقد وعدت الثوار بأن قوات سوريا الديمقراطية لن تخرج غرب الفرات، ولكن هناك كانت اتفاقات تحت الطاولة للأسف مع روسيا ومع قوات سوريا الديمقراطية، وسيطرت على مدينة منبج، وحاليا هي باتجاه مدينة جرابلس بريفها الجنوبي ومدينة الباب بريفها الشرقي. نعم، من الحدود السورية التركية عبد المنعم العبد، رئيس اللجنة الإعلامية لمجلس أمناء الثورة في مدينة منبج، شكرا جزيلا لك. وفي سياق آخر، وثق المعهد السوري للعدالة استشهاد 700 مدني منذ بداية الحملة العسكرية على مدينة منبج حتى يوم أمس الخميس، مبينا أن من بين الضحايا 300 من النساء والأطفال.